تتواصل الحملة الانتخابية في تونس والتي بدأت أمس، حيث يركز معظم المرشحين على الملف الأمني ومعالجة القضايا الاقتصادية. وعلقت صور المرشحين لرئاسة البلاد على الجدران، كما وزعت نشراتهم الدعائية، في حين تستمر الحملة حتى 14 من الشهر الجاري، موعد دخول البلاد في صمت انتخابي. مخالفات، إخلالات، جلسات محاكم ومخططات للاغتيال، تطال المرشحين للانتخابات الرئاسية في تونس. أمنك وملفات الأمن القومي تطغى على خطابات المرشحين، والمنافسة بينهم تحتدم. تهديدات الاغتيال طالت عبير موسي رئيسة الحزب الحر الدستوري والمترشحة للانتخابات الرئاسية، ووزارة الداخلية التونسية وجهت التحذيرات لموسي المعروفة بمناهضتها لبرنامج حزب حركة النهضة وتصريحها بعدم التحالف مع هذا الحزب بحال الفوز، خلافاً لمرشحين أخر كانوا قد صرحوا بعدم اعتراضهم على تشكيل حكومة مع حزب النهضة ومرشحه عبد الفتاح مورو. كما واحتشد العشرات من أنصار المرشح الرئاسي السجين نبيل القروي خارج مبنى المحكمة في تونس التي ستصدر قرارها مساء اليوم في الاتهامات الموجهة له بتبييض الأموال والتهرب الضريبي. كما ويبرز من بين المرشحين المحامي منير بعتور عن الحزب الليبرالي والذي يرفع اللواء الدفاعي عن المثليين ولا يخفي أنه منهم ويعتبر سابقة في تونس والعالم العربي. أنا لست مجرد ناخب، فحزبي الحزب الليبرالي قدم قوائم في 21 دائرة إدارية للانتخابات التشريعية، واعتقد أن لدينا فرصة للفوز ببعض المقاعد في البرلمان، وإذا نجحنا بذلك فسنواصل كفاحنا في البرلمان. علاوة على ذلك، لقد مرت سنوات عديدة على دفاع عن حقوق الإنسان وحقوق الأقليات وحقوق المثليين. مهمتنا هي تسليط الضوء على قضية المثليين والتحدث عن انتهاك واضطهاد الدولة التونسية لمجتمع الميم. نريد رفع مستوى الوعي بين البرلمانيين والسياسيين حول هذا الوضع الكارثي من أجل تغيير الأمور والمضي في اتجاه أكثر إيجابية. هذا وتستمر الدعاية الانتخابية في تونس حتى 12 من الشهر الجاري، على أن تدخل البلاد في مرحلة الصمت الانتخابي في 14 من سبتمبر قبل الذهاب إلى صناديق الانتخاب في اليوم الذي يليه.